نلتقي مع مكرم آخر كما قلت، إعلامي وفنان الأستاذ عمر أشباخ، صحافي بجريدة الفجر المغربية، راديو ام اف ام. مرحبا سي عمر أشباخ، تفضل معنا. سي شكري، أستاذ شكري تفضل معنا. إذن هذا التكريم هذا المتواضع اللي ربما ماشي قزمناه جات كاحتفال، ان شاء الله مازال غادي نعرفوا تكريمات اخرى كبرى يستاهلوا معنا اكثر. اليوم كما كنقولوا قبلوا علينا. اذا نتعرفوا عن قرب على سي عمر أشباخ عن طريق استاذ شكري. تفضل استاذ شكري، كلمه في حق سي عمر، وعطينا بطاس شي حوايج هكا مخبيين. ما يحبوش القلم. باعتباري رجل اعلام يتم بمجال الاتصال، لو بغيتي توصل الرساله خاص توفر واحد المجموعه من المقومات اللي من ضمنها ما تكونش تعتقد الدم. الرساله كتوصل، طولتي الهضره وكتدخل وتخرج في الهضره، يمكن الرساله ما توصلش. ثانيا العفويه، وهي اللي غنحاول ندير دابا. تنذكر كنت في الثانوي السيتيك في الاتحاد الاشتراكي، انا ذاك كنا عندنا واحد الميول الجرائد دات العمق اليساري، قراو الاتحاد الاشتراكي. كانوا ثلاثه الناس، حسن إتبلا، عمر أشباخ، على المليوه. دابا انا ملي كنت كنقرا كنشوف هاد الناس هادو كنطرهم. ساعات كانت الاتحاد الاشتراكي وحده من الجرائد اللي ممكن نقولوا تقدر تزعزع الاركان ديال الدوله. كنا تنقراو، كان عندنا واحد الميولات يساريه. عمر أشباخ تيبان لي انسان صعب الميراث. انا كنسمع ديك القضيه ديال هاد السيد هذا من عند الله تيبان لي هذا، علما بانه الحواس ديالنا شحال كتكذب علينا. شاءت الظروف انني غندخل لهذا المجال الاعلام اكسيدونتالمون، دخلت لجريده القنطره وكنحاول ما امكن نقرب من هاد الناس هادو الكبار. وهاد السيد هذا ديما تيبان لي صعب الميراث، ما تقدرش نقرب ليه. تنقول بانه ناخذ تصويره معاه كما دابا الشباب كياخذ تصويره مع لاعب ديال كره القدم. انا سا مونتيغيس با لاعب قدر ما انه يهمني انايا فنان مبدع صانع معرفه ينتج معنا كما المثقف كما الفنان الى اخره. منذ البدايه هذه المناسبه التكريم. انا سعيد جدا، انا كما ذكرنا انني بين الاخوه. شكرا لكم. طلعتك السر. انا سعيد جدا انني كما ذكرت انني بين مجموعة ديال الزملاء سواء الإعلاميين أو الفنانين. شكرا مرة أخرى لهيئة المبدعين للمغاربة، شكرا للسي دريس والسي حمزة على هذه الالتفاتة الطيبة لشخصي. خاصة سعيد جدا أنني اليوم كنشكر بزاف ديال الزملاء سواء الإعلاميين أو الفنانين اللي ما كنتلاقاو غير في مناسبات، وهذه كانت من المناسبات الحمد لله السعيدة. أتمنى السعادة للجميع والتوفيق للجميع وشكرا. ندوروا الميكرو. فرصة سعيدة هذه اللي تمكننا فيها نتلاقاو واحد المجموعة عزيزة اللي نار كسبة ديال التقنيات إعلاميا وفنيا. ومرحبا بالضيوف اللي جاوا من مختلف بقاع المغرب، وهذا الشيء كيدل على سفير ما يدل على ان الابداع ليس له موقع جغرافي وانما هو تاريخ صامد وسيبقى صامدا والتوفيق للجميع. استاذ نجيب استاذ عمر أشباخ ما غاديش نزيد اكثر من نذكره بالبدايات. أمه لا تحزني. أمه لا هو مولاها، هو مولاها، هو اللي كيعرف، هو البدايات ديالو في المسرح، البدايات ديالو في العمل الجمعوي والفني، وحنا كنا لازلنا كنا باقيين شباب في البدايات ديالنا. كان السي عمر أشباخ بارز منذ ذلك الحين، أتحدث عن سنوات السبعينات أواسط السبعينات وبدايتها. كان الأستاذ
عمر الشباخ من الفنانين الكبار جدا صوتا لامعا واداء مسرحيا متميزا. اتمنى له الصحه والعافيه وطول العمر. شكرا سيدي.